فسخها اللي قلنا قبل قليل يصلي العصر بعدين قالها بحولها ظهر تبطل هنا تبطل لا ظهر ولا عصر لأنه هو فسخها أو قال بقطع الصلاة أريد أن أقطع الصلاة. طبعا الموسوس له أحكام خاصة، إحنا نتكلم عن الإنسان غير الموسوس. إذا فسخ النية خلاص لازم يعيد الصلاة من أولها، أما الموسوس لا، لا يعيد، الموسوس لا يعيد لأن هذا من الشيطان، لا يعيد الصلاة أبدا. ولا يجوز الإنسان يعيد الصلاة إلا إذا كان في حالات معينة أراد قطع الصلاة فسخ النية. ومثال على ذلك وسيأتينا إن شاء الله تعالى، واحد يعني دخل المسجد فظن أن الصلاة قد أقيمت مثلا، ما شاف أحد المسجد حسب أنه صلى، خاصة المسائل مثل التأخر بالإقامة، زين في مسألة تأخر صح 45 دقيقة مثلا 40 دقيقة، دخل ولا ما في أحد أذن، ما في أحد قال صلوا، خلينا نقول دخل بعد ثلث ساعة قال لك يتصلى، فراح كبر للصلاة يصلي وحده، ثم أقيمت الصلاة الرسمية خلينا نقول مع الإمام الراتب، فهنا يقطع الصلاة، له أن يقطع الصلاة، يفسخ النية، يفسخ النية، إما أن يفسخ النية بقطع الصلاة، وإما أن يفسخ النية بجعلها نافلة، إما بقطعها وإما بجعلها نافلة، سيأتي الكلام على هذا، لكن القصد أن أول مبطل للنية فسخها، أن ينوي فسخ النية.